لو الحكاية فيها إن فيتو هو هيرتبط بأسوار. ولما أنا بعمل حاجة من صغري ورحت بلد وأنا صغير بتلزق في دماغي ما بسيبهاش يعني ما عمرها ما انساها. إن دي إحنا الشباب الصغير عنده لسه الدماغ فاضي. دلوقتي الثلاثة جيجا اللي عندي اتملوا كلهم اي حاجة بنساها لان ما بستقبلش ان المعلومة اللي بتيجي تطلع قدامها معلومة تانية. المخ خلية الذاكرة، انت لك حجم معين من الذاكرة تمام، بتدخل حاجة دلوقتي جديدة تحفظها تقوم خارجة حاجة تانية قدامها. لازم تفقد حاجة عشان ما دي انت بالظبط في الكمبيوتر كده بتيجي تعمل كده بتلاقي ايه الهارد مليان بتعمل ايه بتفضي عشان تجيب جزء تاني منه عشان تحط فيه حاجه جديده.